زكاة الفطرة تجب على كل إنسان غني. نحن الحمد لله غالبا أغنياء. الغني يعني من يملك مؤونة العام، هذا غني يعتبر. الإنسان اللي يملك مؤونة العام يعتبر غني، ويجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله. هل هنالك فرق في العيال بين أن يكون صغير أو كبير؟ لا. هل هنالك فرق أن يكون مسلم أو كافر؟ لا. هل هنالك فرق أن يكون رجل أو امرأة؟ لا. كل من يعيله الإنسان حتى إذا خدامة كافرة في بيته يعيلها، يعني يتكفل شؤونها، يجب عليه أن يدفع فطرتها أيضا، صغيرا كبيرا رجلا امرأة مسلما كافرا. هل هنالك سعر محدد للفطرة؟ الجواب كلا. الفطرة حوالي 3 كيلوات عن كل واحد. إما واحد يدفع 3 كيلوات حنطة أو شعير 3 كيلوات، أو تمر 3 كيلوات، أو زبيب 3 كيلوات، أو تمن 3 كيلوات عن كل واحد. هل يجب أن يدفع أعيان هذه الأشياء؟ لا، وإنما يتمكن أن يدفع القيمة. القيمة قيمة هذه الأشياء أيضا ما فيها إشكال. هل يمكن المبادرة الآن إلى دفع زكاة الفطرة قبل حلول يوم عيد الفطر؟ الجواب في رأي كثير من العلماء أنه يمكن أن يدفع زكاة الفطرة من بداية شهر رمضان. من بداية الشهر يتمكن أن يدفع الفطرة. فالآن إذا واحد يريد أن يدفع زكاة الفطرة للفقير لا إشكال في ذلك في رأي كثير من العلماء.